في رسالة بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حامل وحلمت إن ابني خالي أعطاني 3 سمكات كبار ونضفتهم، والله أعلم السمك بيدل على الرزق، وإن أنت تنضفي السمك فهو بيدل على خلفة الولد، أو إن ربنا هيكرمك بالولد إن شاء الله بأمر الله. فأنت بتقولي إن أنت حامل فهو ده بيدل على الولد، وطالما السمك متنضف وكده فهو بيدل ما شاء الله ما شاء الله عليه ولد، يعني ربنا يكرمك بيه ويكون ذو خلق جميل، والله أعلم.